三分，要五秒，六幺三好两分。بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خبر مفرح لطلاب أولى وتانية ثانوي والإدارة السالكة رزق. شفنا إن في عدد من المدارس لم ينجح أحد، ولو شفتوا في الفيديو اللي فات هتلاقي أحد الطلاب أكد على الكلام ده وقال اسم المدرسة. والخبر المفرح إن في إدارات كتير أعلنت نتيجة أولى وتانية، وهنشوف مع بعض دلوقتي كل الطلاب اجتياز، وهنشوف لقطات حية من الصاروخ الصيني، وقول لنا في التعليقات نفسك يقع فين. دي النتيجة من احد الادارات، وهتشوفوا ان كل الطلاب اجتياز. هتحس كده كأنه عامل كابي بيست لكلمة اجتياز وحاططها لكل الطلاب. في اللغة العربية درجة النجاح 4 من 15، ودرجة النجاح في الانجليزي برضو 4، اما المواد اللي من 10 درجة النجاح 2.5، فكل الطلاب هتلاقي ان هم جايبين اجتياز. معنى كده ان الطالب لو مقفل المادة زي الطالب اللي جايب 4 في المادة او 2.5. بس الاهم ان كل الطلاب اجتياز وما يخشوش امتحان تكميلي، لكن في عدد من المدارس معظم الطلاب وعدم اجتياز وهيضطروا ان هم يخشوا امتحان تكميلي، ولكن انا بنصحهم ان هم يعملوا تظلمات، وان شاء الله بعد نتيجة التظلم ما يدخلوش امتحان تكميلي. وفي احدى المدارس بالجيزة لم ينجح احد، الطلاب عملوا تظلمات كتير وفي انتظار النتيجة، وبنتمنى ان هم ما يدخلوش امتحان تكميلي. اهم حاجة صف النية، تاخد اجتياز، والادارة السالكة رزق. وزي ما انت شفتوا ده حجم الصاروخ الصيني اللي فقدت السيطرة عليه، وزعيم كوريا الشمالية قال اتمنى ان الصاروخ الصيني يقع على دولتي عشان اجرب الصاروخ النووي على الصين. هل فعلا زعيم كوريا الشمالية قال التصريح ده، ولا دي جدعانة من اللي كاتب؟ وبالنسبة لمعاد اعلان النتيجة لسنوات النقل من اول رابعة لحد تانية اعدادي، مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم اكد انه هيتم اعلان النتيجة لامتحانات الترم الثاني من اول رابعة ابتدائي لحد تانية اعدادي خلال ايام ان شاء الله.